بس الأقرب ليكي إنه أنت بتكوني أكتر يعني أنا سيمبل سيمبل وبيزك. يعني أنا الأقرب لأن أنا كل الحاجات تبقى بيزك الحقيقة في كل حاجة. لكن مش هينفع بقى أنا طول الوقت لازم أبقى حاجات تانية عشان ما بقاش برضو بورينج. فبحاول يعني. الحلو كمان انا كنت بشوف شويه لقاءات انه بتقولي انه عاده النجوم اللي بيكونوا under the spotlights بيدوروا على الحياه الهاديه. الثيرابي بتاعتهم بتكون برا الوسط. أيوه. انت الثيرابي بتاعك كانت جوه الوسط. انت كنت بتقولي انه التمثيل والاضواء صلحتك. أيوه. وخلتك. ايوه دي حقيقه. انت عامله العكس. مش الاضواء بس التمثيل. مش الاضواء التمثيل نفسه. عالجني نفسيا كتير. انا كنت مهزوزه وكده وعندي ازمه ثقه بالنفس جامده يعني دايما حاسه ان في حاجه غلط. لغايه التمثيل لقيت نفسي وصالحني على نفسي عالجت نفسيا من التمثيل. طب حلو. ده عشان بيخلي يمكن في اشياء جواتك مخبيه بتطلع. كل المشاعر المكبوته بتطلع بشكل او باخر فبيعالج. مالك مخضوض قوي كده؟ وانا اتخض ليه؟ مش مخضوض ولا حاجه. انا مش فاهمه يعني انت نازل عشان تضيع على كتفك من السعوديه لمصر عشان تشيلهم عند ابوك من امتى؟ كفايه نكد يا بدريه، كفايه نكد بقى. ايه اقولك اني مش هسكت قبل ما اعرف الشنط دي رايحه فين ولمين. طب ايه رايك بقى بدري اللي انا مش هقول لك؟ ايه رايك في كده؟ يبقى مفيش غير سبب واحد. اللي هو يا بدري؟ انك فتح بيت تاني يا فتح. هو انا عارف افتح بيت اولاني لما افتح تاني؟ بالبيت كيف؟ بالبيت هاديه؟ بتحبي عندك ريتشولز بتوعك مع الاولاد مع زوجك ولا ممكن زي اي ست مصريه يعني او ممكن تبقى اي ست في الدنيا مش مصريه بس يعني بصحى بدري مع اولادي بوديهم مدرسه بعد ما افطرهم اعمل لهم لانش بوكسز واستنى كده ممكن احيانا هي فيزس عندي فاحيانا بروح العب رياضه احيانا بكسل على حسب وبرده بروح اجيب ابني من المدرسه يعني عادي خالص لما يبقاش عندي شغل حياتي ابسط من ما تتخيل يعني بحاول اقضي مع اولادي اكتر وقت احاول اعمل كواليتي تايم افكر هم عايزين ايه اعمل معهم اي حاجه وبعد استنى جوزي يجي نتغدى ونقعد نتفرج على حاجه كده شويه وانا بدري يعني حياتي بسيطه قوي 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 في معاده الكوميتمنتس بتاعه الشغل يعني. كيف بتشوفي نظره اولادك لعيلك على خصوصا الكبير؟ الحمد لله يعني لو عملت اتشيفمنت في حياتي فان انا خليت ابني كبير خصوصا لان هو سنه طبعا كبير يكون يعني براود سون. الحمد لله هو دايما بيقول لي كده ويعني سيمير كمان انا براود مام قوي قوي الحمد لله ربنا يحميه.